الكيه او الكي فاليو بتاعتها او النقطه النص بتاعها. ده لو عندي صابر انلارجمنت، لو عندي ماسوره ماشيه وبعدين كبرت مره واحده، دي معادله الاتش نص بتاعتها. الكيرف اللي تحت عباره عن ايه؟ ثيتا من اللي تحت. نفس الكلام اريا 2 على اريا 1 اللي هي الصغيرة، دايما بخش الصغيرة على مين؟ كبير. على الكبير. اتلخبطت ما عرفتش. ده يشتغل الكيرف اللي تحت اخره واحد، اخره كام؟ واحد. يبقى اجيب الصغيرة على الكبيرة مش كبيرة على الصغيرة. صح؟ الانترنس تو، خلينا نميز ما بين الانترنس والاكزيت. الانترنس احنا بنتكلم الانترنس للبايب ولا للتاكت؟ كل كلامنا على البايب، فالانترنس تو للبايب. الاكسيت بتاعت مين؟ البايب. يعني لو انا عندي لاند اهو، لاند اهو وعندي ماسوره ماشيه كده، المايه ماشيه من هنا رايحه هنا، الانترنس لوسز هنا ولا هنا؟ تحت. مع ان المايه خارجه من التانك، انت بتحسب الانترنس للايه؟ للبايب. هنا الاكسيت لوسز لمين؟ للبايب برضه، مع ان هي انترنس ايه؟ للتانك. احنا بنتكلم على البايب، فالانترنس والاكسيت بالنسبه لمين؟ للبايب. الاكسيت دايما الكي بتاعته واحد. الانترنس طبعا بيختلف على حسب شكل الايه؟ الانترنس اللي شكله. اكبر نص عين فين؟ الشكل اللي فوق. اقل منها شويه دي. يعني كل ما بمشي مع الستريم لاينز بلاقي ان النص مدى التاني. لو كبرت الكيرف اكيد هلاقي ان النص بتاعتي عماله ايه؟ انا لو داخل بالماسوره جوه هلاقي عندي انترنس لوسس عليه. قطعتها قلت شويه فين. لفيت التقاطع والدوران بس كده صغير عملت دوران اكبر هتلاقي ايه؟ اكتر. الاكسيت لوسز واحده في كل الحالات مالهاش دعوه بشكل الايه؟ الماسوره. جبتها لك نظري ازاي دي؟ هاجي هرسم لك كذا رسمه من دول خلاص؟ تمام؟ اقول لك الاكسيت لوسز اكبر في اي شكل. ايه؟ جيت رسمت لك دول خلاص وقلت لك الاكسيت لوسز بتاعتي اكبر يعني واحد من ولا واحد كلهم زي بعض كلهم ايه؟ الاكسيت لوسز مالهاش دعوه خالص بشكل الاكسيت عامل ازاي؟ لان الميه بتخرج بتلاقي ميه في الريسرفوار ايه؟ افلاها وخرجت للهواء بقى الفلوستي بتساوي كام؟ صفر. مالهاش دعوه هي خارجه منين ولا شكل المخرج عامل ازاي؟ بتدوز كل من الكائنات الانرجي بتاعت الميه اللي هي بي سكوير على الان جي وهي ايه؟ وهي بن على حسب شكل الكيرف والكلام ده الامتحان مش مطلوب معاك عندك ماتيريال تبص عليها لو انت مش صاحي خلاص فانا هقول لك والله انا عندي بن الكيرف بتاعته كذا عندي بال الكيرف بتاعته كذا عندي كوع الماسوره بتاعته كذا عندي اي كونكشن في الكيرف بتاعتها كذا فانت في الاخر بتجمع ايه؟ كيس اللي هي بتاعت الماينور روسس هركز وانا بجمع الكيرف لان زي ما كنت بتكتب المعادله بتقول سيجما كي في بي سكوير على 2 جي ركز كويس لو كان موديل الفايف ماله بيتغير لو السرعه بتتغير الماسوره وهي واحده زي الكلام بجمع الكاف عندي كيف واحد ونص وربع او اثنين وتسعه وما اعرفش ايه سيجما الكاف عندي ب 10 لو الماسوره قطرها واحد اقول والله سيجما ماينو نص بيساوي 10 في بي سكوير على 2 جي لو لقيت ان قطر الماسوره بيتغير خلي بالي وانا بحسب الماينو نص اشوف بتاع الجزء ده حسب الدروس بتاعته وبتاع الجزء الثاني على حسب الدروس ايه؟ بتاعته. ده البنت. طيب. دول شويه اكزامبل حضرتك بس نراجع الفاندمنتالز بتاعت الفلو. قال لك ميه عند 10 ديجري سنتيجريد خلاص كلوز اتريت 200 كيلو بوينت 3 البايب الدايمتر بتاعها 150 مللي وطولها 500 سيرفس درافنس بوينت 06 مللي سيرفس درافنس اللي هي ليه؟ تمام؟ احسب لي ايه اللي هتبص دي معادله تعويض مباشر خلاص؟ فساعات انا بقول لك احسب لي الهيد لوس وساعات اقول لك احسب لي البريشر دروب.
ايه الفرق ما بين الهب وما بين البريشر؟ اتش يساوي في على مين؟ على جنبه. المعادله بتاعت برنولي كل الحاجات اللي فيها الارتفاعات بتاعتها متر، عندي بي على جاما وبي سكوير على كل شيء عندي زد. لو انا طلعت البريشر دروب او الاتش بريشر بتاعت النيجر الوسط عشان يبقى البريشر دروب يساوي كام؟ هذا الاتش جاما اللي هي كام؟ 9810 يعني 1009.81. هات لي الانرجي بريد مش مهم. لو انا جيت اديتك مساله قلت لك احسب لي الكيو في اكزامبل اهو، احسب لي الدسشارج، احسب لي مين؟ الدسشارج. هنعمل ايه؟ ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا بنطبق من دول. هاجي عند النقطه اللي فوق هسميها واحد، النقطه اللي تحت دي هسميها مين؟ اثنين. اعوض المعادله، والله انا عندي هنا ايه؟ ست واحد. Thank you.
عندي لوجيك في الامتحان ان انا احسب الوقت واخش مني بالرام وعوض المعادله كده غير انا هجيب ده. ماشي يا دكتور، انا ما بمتحنكش ان انت حافظ قوانين وتعرف تعوض في الكالكوليتر. انا لو عطت في المعادله بتاعت اف دي هعوض بقى، انا بعملها على الاكسل شيت خلاص، مفيش داعي استنس بتاع الامتحان. بحسب لوك وبين انه ترفع وتضرب 10 وتقل 27 وتجيب تربيع والكلام ده، كل الناس بتحسبها غلط على الكالكوليتر. ما بمتحنكش ماث، ما بمتحنكش بيزكس بتاع الفيلد ميكانكس، انا بمتحنك في الاوروبا بس. انا عامل اكسل شيت ازاي؟ ادي فاصوله مثلا زد 1 35 زد 2 ب 30 السيجما فيهات 1.5 طول الماسوره 3000 متر البايب دايمتر 300 متر البايب اريا بايب مستور على 4 البايب ماتيريال بالفاين ستيل الابسلون 0.15 ابسلون على بي 0.005 البريشر 20 النيو بيساوي كذا خلاص. جيت والله قلت لك ان انا الفيلوسيتي عندي عايز احسب التصرف، عايز احسب مين؟ دي مساله هي فوق الجبل عندي اللي هو بدون مصر الدلتا اتش عندي بكام؟ فرق ما بين مين؟ 5 متر وعندي طول الماسوره وعندي القطر وعندي الكلام ده صح؟ عايز احسب الكيو اللي ماشي في المساله دي، احسبه ازاي؟ حفر القيمه للاف انا فرضت الاف مثلا عندي الانيشال كاسنج اللي عملته الاف 0.017 حسبت اف على مين وحسبت طلعت مين الفلوسيتي وحسبت الريت من النقط لما عوضت في المعادله طلعت الاف كام؟ 0.187 انا كنت فرضها كام؟ 0.017 طلعت 0.187 يعني انا لو فرضت الاف الاول الاف مربع قيمه انا بقطعها فرضت لا فرضت الاف دي بدخلها طب تاني احفظوا الرقم ده السرعه الفلوسيتي بتاعت كام؟ 0.7192 كويس؟ انا هخبط الاف هنا 0.01 المساله ظبطت بعد كام فلايت؟ بعد 2 فرض رضا 0.02 فرض اتثبت بعد 2 فلايت يعني ما ضيعش وقت ان انا اشوف الكيرف فين بالظبط واجيب الايديشن اللي انا عارفه فيه المعدل هي درايف في الثانيه هتلاقي ايه؟ ظبطت معايا فاهمين قصدي؟ يعني ده الدرايف زي ما ده اللي ايه؟ الدرايف اللي انا بعملها هنا دي اكتب ال على دي ان انا ببتدي بيها الاول دي حطيتها في الاخر بوينت 1 خلاص طلعت اف ال على دي كام؟ 10000 طلعت الاف كام؟ قرب شوية 0.2 تاني مرة 0.189 تالت مرة 0.188 هو زود كمان هو زود صح؟ يعني انا قصدي ايه؟ ما تضيعش وقت كتير قوي في ما تفرض الوقت الكامل خلاص؟ هي الدرايف لو الثانيه هتلاقي المعادله فيها ايه؟ طب ما انا بقول لك انا بادئ من 0.1 الفرق بقى من ان انا اكون حسبتها بالظبط ان انا 0.015 هتلاقي ظبطت من انهي درايف؟ من ثالث درايف وصلت ولا لسه؟ انا بعمل ايه؟ بفضل الاف بطلع الاول احسب مين؟ الفي الفي دي بتطلع لي اف بي ده خلاص؟ هي جبتها من الفي دي بعمل اخر ثانية احسب بي ثاني بتزيد على الاف بي دي كانك شاطر اعمل اخر حاجة فما تضيعش وقتك انك ترسم كيرف ما بين الكيرفات بتاعت مود الدرجات ما تضيعش وقتك انك تبص على النقطه ازاي هخش فيها بالظبط فين النمبر بالظبط وان انا اقطع الكيرف بالظبط وان انا اقدر ارجع اقرا الاف طالما انا عندي معادله اقدر اقرا فيها وما فيش خلاص وفر على نفسي في الوقت ده واحتمالات الايرور الكتير كويس في الاخر طلع لي ايه؟ قال المساله بتاعت المعادله خلاص بس تعرف الرينج اللي هتيجي فيه اوقات يعني ما تسويتش فيها في الاول زي ما قلت لك هي مسافه بعد ثالث ترايل لو واحد كان فريضها 0.02 سبت بعد ثاني ترايل 0.18 واحد ثاني فرضها 0.01 سبت بعد ثاني ترايل تمام مش هتفرق عادي بس
كده اولموست الحفظ النظري والانتروداكشن خلص. مرة جاية بقى هنتكلم بقى مسألة الأخبار. عايز أرسم سيستم كده وأشوف إيه الحاجات اللي بتأثر عليها. طيب أنا هستفيد من حد عنده مشاكل أو عايز يسأل حاجة؟ فين مجموع الدفعة؟ أوبا قلت إيه؟ حاجة بقى دي مرة الموضوع خالص. الكلية مقدمة على الاعتماد.